ملي كيشوفوها بلوس راه ما بيان سور هادو راه دي نون لي كبار تبارك الله وصلى على النبي اللي خداو هاد الانيسياتيف باش يديروا هاد لي شونسون هادو وغادي تعطيهم واحد البلوس كنظن بان راه عاطيهم واحد البلوس الحمد لله هو عندهم واحد البوبليك واحد الجمهور اللي كيسمع لهم سواء داروا هادي او هادي غير انا ما تحتش لي الفرصه باش نديرها وما ما عرفتش بوتيتر الا جاتني واش نقدر نديرها ولا لا الا عجبتني شي شونسون هندي علاش لا نديرها ولكن واش تعطيني البلوس ولا نو سي البوبليك اللي كيحكم والله ما سمعتها بالله باقي ما سمعتش انا سميتو محيد كل شيء انا جالس واحد لوطيل مخير ما والو كنعرف غير نمشي نخرج نطلع للجبل نهبط ما حتى البورطابلات ما دارش ديك الكوليكسيون باش نشوف شنو ولكن سمعت بان راه دار واحد لا شونسون اللي داير واحد الضجه البيك كصديق صاحبي عزيز عليا ودوزنا انا وياه العديد وبدينا انا وياه شحال هادي ملي الله بدا وتبارك الله سافرنا انا وياه عنده واحد الجمهور كذلك ديالو علاش كدي هاد الاغنيه انت عطيتيني واحد النبضه لان البيك حتى هو من القدماء لي رابور اللي كاينين في المغرب حنا ملي كنت كنعرف لي رابور ملي بداو عرفت بان البيك من الناس اللي بداو الغاب في المغرب ولكن ما تقدرش تبقى بارك في الكرسي ديال الراب ولا بدا الناس راه كاين جينيراسيون اللي كتبدا تطلع وجينيراسيون اللي كتبدا تعطي الجديد حتى هي وجينيراسيون اللي كتكون عندها واحد الجمهور ديالها دونك البيك حتى هو عنده جمهور ديالو تبارك الله وحتى هما عندهم جمهور وكل كيبحث على كما كنقولوا باش يوصل للجمهور ديالو الصحة النجاح والتفاؤل ان شاء الله السلم السلام المغرب وهاد القناة تكون منورة وتنورنا حتى حنا كديزارتيست توصلنا للقريب الجمهور ان شاء الله شكرا تبارك الله عليكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي